اسمها. ممكن بشوف هل انا في فيديو ام لا. حاضر يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن في مطعم سلطان وهو المطعم المصري الوحيد في هانوي ومعي ثلاثة شيفات من مطعم سلطان. السلام عليكم. هل تعرفون أن بعد أسبوعين سيكون هناك احتفال كبير في فيتنام وهو احتفال منتصف الخريف، وفي هذا العيد سنصنع كعكة ونسموه كعك القمر، واليوم أطلب منكم أن تتذوقوا كعك القمر وحتى أعرف وأراءكم في طعام وذوق كعك القمر. كعك القمر هي نوع من الحلويات التقليدية التي تؤكل عادة خلال مهرجان منتصف الخريف في فيتنام، وهو المهرجان المهم الذي عادة يكون في منتصف شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر. ويعتبر كعك القمر طعاما شهيا لا غنى عنه في هذه المناسبة. هناك نوعان من كعك القمر، هما الكعكة المخبوزة المصنوعة من دقيق القمح، والكعكة اللازجة المصنوعة من دقيق أرز اللاجج. اليوم سنتذوق كعك القمر بمختلف النكهات ونرى آراء العرب عن هذا النوع من الحلويات الفيتنامية. الكعكة الأولى لدينا بيض أصفر. وشاي أخضر. هذا بيض؟ بيض. هذا لذيذ جدا. جيد. فيها نكهة بدون البيض جيد. نحن في مصر نصنع الحلويات بجميع أنواعها. لا يوجد فيها البيض بشكل صريح. يعني لا يوجد بيض مستقل داخل الحلوى. البيض يضرب مع العجين ويصلى في الفرن، فلا نراه، لا نرى البيض، شكل البيض. أما في فيتنام أنتم تصنعون الحلويات، هذا النوع يظهر به البيض بشكله الحقيقي كما هو. ما رأيك في الطعام وفي الشاي؟ شاي أخضر، هل تشعر بالعجل؟ الشاي الأخضر يعطي نكهة طيبة مع العجين الخاص بالكعك، فهو جميل. هذا أفضل من هذا. تبدل الأبيض؟ سكر قليل. سكر قليل. جوز الهند مع رطيب الأرز جيد، نكهة جيدة، أصفر بيض، زفارة، زفر، شاي أخضر، لا يتطبق مع بعض. أنا أفضل الأبيض كما قال الشيف أحمد، هو متجانس أكثر، مكونات متجانسة أكثر، وطعمها شهي لذيذ، بالإضافة لأن طعم جوز الهند يغلب على العجينة، يعني هو الطعم المذاق ملموس جدا. تعرفوا أن في فيتنام نفضل الأصفر أكثر من الأبيض. ربما نختلف قليلا، ربما نختلف قليلا في أفضلية الأبيض عن الكيكة الدقيق القمح لوجود البيض بصورة واضحة. كما قلت، نحن لا نأكل البيض في الحلويات بصورته الواضحة، نحن نضربه مع العجين ويخبز فلا نراه، ولكن كل الحلويات أو معظم الحلوى التي تصنع في مصر، سواء الحلويات الشرقية الخاصة بالشرق الأوسط أو الحلويات الأوروبية خاصة بأوروبا، يدخل فيها البيض ولكن بشكل غير مرئي. هل
هذا أيضا لذيذ جميل جدا. ما الفرق بين هذا ونوم الشاي؟ مذاق الشاي ظاهر جدا في الطعام في الأولى، هو يغلب على طعم الكعكة. وكذلك اللوتس، طعم اللوتس من السهل تمييزه عند الأكل مثل الشاي. وبين أنه مع اللوتس وشاي أكثر، أي نوع تفضل؟ أنا أفضل الشاي الأخضر. وأنت؟ الشاي الأخضر. الشاي الأخضر أفضل. وأنت؟ أنا اللوتس. هذا جيد. هذا جيد. الفول الصويا يغلب بصفة كبيرة أو بدرجة كبيرة على طعم الكيتشب. هو يسيطر بنسبة 90% من طعم الكيتشب. تمام، بعد تذوق 4 أنواع من الكعكة كمر. وما هو أخير فكرة عن كعكة كمر؟ وأي نوع تفضل؟ الكعكة الكمر بالنسبة للشكل العام للكعك شكلها جميل جدا، مريح جدا، شهي جدا. من حيث الطعم بالنسبة لي أنا أفضل الكعك بدقيق الأرز الأبيض بجوز الهند، لأننا نحب الأرز في مصر، نحب جوز الهند كثيرا في مصر، فهو هذا خليط جيد جدا، مشهي جدا، لذيذ جدا. بالنسبة للثلاث كعكات الأخريات، وإني أحب الشاي الأخضر. شيء أخضر وأنت عادل. أنا لا، هذا جميل جدا. أنا أفضل وثلاثة أنواع أخرى. الشيء الأخضر. شيء أخضر. شيء أخضر. وشيف أحمد. أنا أفضل دقيق الأرز. and little فول الصويا، قليل من فول الصويا. شكرا جزيلا على ثلاثة شيفات من مطعم سلطان، وشكرا لكم على المشاهدة. إن شاء الله سنعود مع ثلاثة شيفات في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. شكراً. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.